مع حضراتكم إلى بوابة الشروق، ومنها نتابع خبر بعنوان: مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري. رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وثمنت مصر في بيان صحفي لوزارة الخارجية الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 من ديسمبر 2021. وأعربت مصر عن التطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.